من زمان بيحس بيا. ايه ما تفرح ما تزعطط، اخد فرصة عمرك واخد اسمك واخد حبيبتك. اه معلش مش قادر. مالك في ايه؟ الطعمية يا زين. يا عزب بيه، يا استاذ عزب، مش معقوله الذل اللي الواحد فيه ده، وكل ما اكلمه يقول لي عملتك نجم في 6 ساعات وانزلك 7 أرض في 6 ساعات، كفايه ذل بقى، كفايه بقى. يا خبر ابيض، اتحكم في مستقبلنا واكلنا وشربنا ولبسنا ومصيرنا، اعمل معاه ايه؟ يا ايه؟ ايه؟ اتاخرت عليك؟ خالص. امال بتبرطم بتقول ايه؟ اطلاقا انا كنت قاعد يعني بتغرغر، يعني حضرتك بكلم نفسي، انا حاضر. بتكلم نفسك؟ خالص يا فندم. وايه الشياكه دي؟ ليه الشكشة كاجر؟ كنت بصطاد كلاب انا واحد صديقي. ف صطاد كلاب؟ اه اه. عموما انت بقيت نجم منور دلوقتي، وبعدين صورك منوره الجرايد والمجلات والتلفزيون. بركه في ربنا وفي حضرتك يا فندم. الله يخليك. دلوقتي هقول لك على حاجه. اه صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي ملوش كبير ايه؟ اشتري له كبير. وان كبر ابنك خويه جاي لك في طلب. ايه بقى؟ انا حبيت. واضح. انا حبيت وانجرح قلبي. فرحان انت قوي. اه وماسك علبه حمراء وواضح ان فيها دبلتين، يعني الموضوع خطوبه. يا قرد يا ابن الجنيه. ولا انا اسف، انا اسف، انا اسف. فوق. حاضر. قول لي بقى. نعم. البنت اللي انت اخترتها دي بتحبها؟ بعشقها عشق الكلاب للقطط، فلك ان تتخيل حجم العواطف. عشق الكلاب للقطط. كويس، طمنتني عليك. الله يخليك يا فندم. قول لي بقى. نعم. اتعرفت عليها فين؟ في شقه في حفله يا فندم. حفله؟ عرفت انها في الحفله. كويس. عرفت انها في حفله. هي رقيقه بتحب الحفلات يا فندم. رقيقه؟ رقيقه جدا. بتتكسف؟ بتتكسف. بص لو بتتكسف اكتر من الشمس. لو الخجل ليه اسم يا فندم يبقى اسمها حلوه. طلعت طيران على الحفله، دخلت قلت لهم فينه حبيبي فينه، قالوا لي مرمي في الصندره جوه متدهوله. صندره ايه؟ ما كانت شاربه اصلها يا فندم، متدهوله خالص. شاربه؟ تدخلت قلت لها مساء الخير، قالت لي لخص يعني مش شايفه قدامي مات. لغزك؟ قلت لها بالراحه. لغزك؟ اه. هي حركه لما بتشرب بتغز اي حد، معمول لها 9 قضايا قبل كده. منتهى الرقه. و4 تنفيذ احكام، شغلانه يعني. حلوه. شغلانه. قلت لها مش هينفع نتكلم وسط الناس، اخدك ونروح اوتيل 5 نجوم. قالت لي طب شيلني عشان معدتي منمله ورجلي مش شايلاني. قمت شايلها حضرتك، نزلنا العربيه حطيتها جنبي في العربيه، دورت العربيه طلعت بالعربيه يا فندم، طول السكه ما فتحتش بقها بحرف يا فندم. الله مكسوفه. سكرانه يا بيه مش دريانه بالدنيا. فجاه لقيتها ترقع بالصوت، سيدي وصلك الحقني، سيدي وصلك، ابوس رجلك ما عدتش منمله، هفرفر منك في الدواسه ولو قابلنا كمين هيبقى مشكله. قلت لها طب اعمل ايه؟ قالت الحقني بنص ليمونه خضراء، الحقني بنص ليمونه خضراء ارشها ما عدتش منمله. صعبت عليا، جريت على المطبخ جبت لها. استنى استنى، جريت على المطبخ. انهي مطبخ ده؟ عليك ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ خلفيه في ايه؟ عندي مطبخ انا. فين؟ في العربيه يا فندم. عربيتك فيها مطبخ؟ الحمد لله. ما شاء الله. جبت لها نص ليمونه يا فندم قرشتها، قالت انا كده فوقتش بقى، لو هتص وشي بشويه ميه هبزغلل لك بقى وابقى حلوه واموره كده. قلت لها عندك الحمام ورا الكنبه. حمام ايه؟ حمام يا فندم. انت عندك حمام في العربيه؟ الحمد لله يا فندم. ماشي. غسلت وشها وفقت، قالت لي بص انا ماليش تقل على القعده دي بقى، لسه كتير على المخروب اللي احنا رايحينه. قلت لها الطريق طويل والدنيا واقفه اعمل ايه؟ قالت لي مش قادره. قلت لها ولا يهمك، ايدي في ايدك، اتمشى سوا. وقمنا نتمشى. استنى، قمت تتمشى فين؟ لغايه اما نوصل يعني. فين يعني؟ في العربيه يا فندم. اتمشيت انت وهي في العربيه؟ الحمد لله. يعني ايه؟ خدت ايدها وقعدت تمشي بيها كده؟ بتهزر ولا ايه؟ امال هتمشي في العربيه ازاي؟ انا عندي كورنيش تحفه في العربيه، حتى اول ما شافت البحر قالت لي وحشتني الكابوريا، وحشتني الجمبري، وحشتني الدوم، عايز اعوم. قلت لها يلا نعوم، قالت لي معيش مايو، جرينا على عم محمد جيب مايو. جريت على مين يا اخويا؟ محمد يا فندم. جيب ايه يا عم محمد ده؟ فاتح فرع في شنطه العربيه عندي حضرتك. ماشي. جبنا مايوهين، نزلنا البحر، طلعنا اتمشينا، اتمشينا غروب الشمس وانت قاعد تحت القلعه كده في اسكندريه. قلعه ايه؟ القلعه يا فندم. عندك قلعه في العربيه؟ الحمد لله، ده مبنى من ايام الاسكندر الاكبر عندي في العربيه حضرتك الحمد لله. انت سايق عربيه ولا سايق محافظه؟ ايه ده؟ حضرتك بتتريق عليا ولا ايه؟ مش بتريق ولا حاجه، بس انت بتقول حاجات مش معقوله يعني. اتنشفنا والشمس حصل غروب كده علينا رقيق رومانسي. قالت لي بص بقى اصرحك بمشاعري. قولي. قلت لها قولي. قالت لي انا عايز اتفرج على فيلم سلمى بقى. سلمى؟ اه. فيلم سلمى؟ هي عندها مشكله في اللام حركه، هم صغيرين كانوا بيلعبوا شد الحبل باللسان، عارف حضرتك كل واحد يمسك لسان التاني وش. خلاص ماشي. قلت لها طب مفيش مشكله يعني، ده المول دقيقتين من هنا، مشينا شويه وصلنا للمول. استنى، المول ده فين؟ في العربيه يا فندم الحمد لله. اوكي. طلعنا مجمع السينمات الدور الثامن حضرتك.
في العربية؟ السينما بتاعتي بقى. طبعا. دخلنا بقى حضرتك، قلت لها ايه؟ قالت لي بص سيبك من الافلام النورمال دي، يعني الافلام المعتشده دي انا واخده عليها حضرتك. معتشده؟ هي حضرتك عندها مشكله في التيه، كانت بتلعب طبق طاير بغطا سمنه مع الواد حماده ابن المجمع وهي صغيره، فرشق هنا حضرتك خدت 34 غرزه. 34 غرزه؟ الحمد لله. دي لطيفه، دي لطيفه قوي. قوي قوي يا فندم. قلت لها قالت لي عايزه فيلم فيه مشاعر. فيلم فيه مشاعر. ان انا من صغري وانا ما شفتش مشاعر. ولا سمعتك. انا طبعا فاهم. عايزه فيلم عاطفي. عايزه فيلم عاطفي بقى لمشاهده. يا ابن الايه وانت جن في الحاجات دي؟ ده انا قديم يا ولا قديمه بيه. قديم يعني. قول لي حطيت فيلم ايه؟ يلا ده انت كلك نظر. اقول لك اقول لك شك في ايه ولا انا اقول لك انا حطيت نهر الحب. احنا مش عطشانين نهر حب. ايه يا بيه احنا عايزين نتفرج على كلمتين يعني. طيب الحب الضايع لسه هندور. انت فاضي ولا ايه؟ والله امال حطيت فيلم ايه؟ الناصر صلاح الدين مش متشال منه مشهد يا بيه. الناصر صلاح الدين؟ هي شافت صلاح الدين الاليوبي على الحصان. استنى، صلاح الدين الاليوبي وهو راكب الحصان اسمه صلاح الدين الاليوبي؟ انت شفت الفيلم؟ شفت. انت شفت الفيلم؟ شفت. لما صلاح الدين الاليوبي كان راكب الحصان وفتح المطول قرن وبيهوي كده. استنى، صلاح الدين الاليوبي ماسك مطول قرن. ايوه. بيهوي لمين؟ لما ضرب عز الدين ايمن في الحته دي. استنى، عز الدين ايمن؟ نقوله ثلاثة هنا ورا بعض كده. استنى، اسمه عز الدين ايمن؟ ايوه. صلاح الدين الاليوبي هينزل مع الحصان ما طلع مطوى قرن، يقول له اوعى عز اوعى هلا. أيوه. بعد هجوم هيقول اوعى هلا. ايوه يا بيه. لما دخل السلطان قطر بينهم عشان استنى سلطان خطر اسمه سلطان قطر. انت شفت الفيلم انت؟ ايوه شفت. شفت انت تفهم في السلم انت؟ ما انت بت ايه يا ابني في ايه؟ انت شفت الثلاثه كانوا بيتخانقوا على ملكه واحده. ايوه صح، كانوا بيتخانقوا على الملكه شجره الرز. خرب بيتك شجره الرز. طب ما بتبوظ تاريخ دماغك. هي شافت المنظر ده، لقيتي دم كتير. ما اقدرش على كده يا سيدي، وصالك الحقني، انا هفرفر من الخجل هفرفر من الخجل. وراحت ماسكه الفستان مغطيه وشها. ونعم الخجل والكسوف كده اهو. من لهيب الخجل الفستان ولع. الفستان ولع؟ ليه حاطه في وشها مكوى؟ عارف تريق على حبيبتي ولا ايه؟ مش بتريق ولا حاجه، اصل ايه اللي هيخلي الفستان يولع؟ لما الفستان ولع يا بيه شفت تعبير الوش، عرفت قد ايه هي كسوفه. كسوفه جدا. قول لي بقى. ايوه. حصل ايه لما وشتها بان وبقت كسوفه؟ قلت لها عجبتيني يا بنت. قالت لك ايه؟ عجبتني. احترم نفسك. وقلت لها ايه؟ حبيتك يا بنت. قالت لك ايه؟ قالت لي وانا لخص يلا. وانا لخص يلا. وبعدين قلت لها ايه؟ نتجوز يا بنت. حلو. قالت لك ايه؟ طلعت عقد عرف من شنطه ايدها. إيه؟ حضرتك خدتها وطلعنا على مكتب المحامي اللي في الشكمان عندي عشان نوصل. استنى، وجبنا اتنين شهود. استنى، محامي في الشكمان؟ ايوه يا فندم، مكتبه في الشكمان. وجبنا اتنين شهود من التابلوه مضوا على طول. اتنين شروط في التابلو معمولين ازاي دول بقى؟ قاعدين فوق الرخص. تفتح التابلو تلاقيهم قاعدين كده فوق الرخص، حضرتك بيقروا في الرخص كده دايما. وبعدين عملوا ايه عشان يشهدوا العقد العرفي؟ مضوا الحمد لله وخلاص. طب يا ريت تقول لي بقى، لما تحب تقلب العقد العرفي ده للشرعي هتجيب المأذون منين؟ إيه؟ مكتبه جنب رجلي في الفتيس. اطلع شرعي انزل تاني. انت بتستعبط؟ انا فهمت بقى ليه بقول لحضرتك. للاسف انت ما طلعتش زي استاذك. ليه يا استاذ؟ طبعا. ازاي تتصرح بمشاعرك لوحده؟ ايه المشكله؟ لما تصرح بمشاعرك لوحده تركبك وتدلدل رجليك. لا اتكلم على قدك يا باشا، ما تعملش لنفسك مشاكل. يعني ايه تدلدل؟ مين يا بيه؟ في ايه تركب مين وتدلدل ايه؟ وفي ايه مالك انت تتكلم كده ليه بيه؟ طب بقول لك هو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ طب ايه الموضوع؟ وبعدين انت تعرفها عشان تتكلم عليها كده؟ لا ما اعرفهاش. بس دي انت هي كلها 20 سم 22 منهم كعب. الموضوع خلصان من البدايه يعني. 22 منهم يعني مش موجوده. خد بحط بدخل بيها اي اوتيل في جيب الجاكيت، لا تصفر ولا تصفر ولا اي مشاكل. داخل من البوابه دي عادي جدا والله. ايوه يا فندم. طب قول لي قابلت ابوها؟ مسافر يا فندم. خلاص لما يرجع نبقى نقابله. بس قول لي بقى طمني. نعم. البنت بالمواصفات اللي انت قلت عليها دي يعني بتسكر وبتعمل حاجات؟ بص حضرتك عايز الحق ولا الصدق؟ عشان انا ما بحبش اكذب. الحق ولا الصدق؟ عشان انا ما بحبش اكذب. عايز الصراحه ممكن اكذب عليك واقول لك الصراحه، بس شوف انت تختار. اللي انت عايزه. حضرتك كلامي كله عن البنت مش حقيقه. طب الحمد لله. كلامي عن العربيه حقيقه. انا راجل امين. المهم قول لي، البنت لذيذه جدا؟ اموره قوي، دمها خفيف، شربات دمها شربات، واسمها شربات. اسمها شربات؟ اسمها شربات. غريبة، اسمها شربات على اسم شربات بتاعتنا اللي كانت بتاعتنا وهتبقى بتاعتي لوحدي. يا حدقة اوعى. هتبقى بتاعتك لوحدك؟ يا حدقة اوعى. وهتبقى لوحدك؟ يا حدقة اوعى. وبعدين بنحب بعض واتفقنا على كل حاجه وحددنا ميعاد الفرح وحجزنا القاعه وجاي اجيب لحضرتك دعوه اوعى. وهتبقى
وحجزت القاعة؟ أيوة. ويا ترى القاعة دي هتبقى فين إن شاء الله؟ في العربية. اوعى. أنا مش فاهم أنت بتتكلم على شربات مين؟ شربات يا بيه بنت زناتي. أنا دي؟ زناتي شربات يا بيه حضرتك بتمس بنت شربات. أهي 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 اللي في الصورة دي يا فندم. باكينام؟ باكينام ماشي موافق. أنا طالب إيد باكينام. لا باكينام لا. لا ولا لا ليه يعني؟ لأنها مخطوبة. مخطوبة لمين يا بيه؟ ده أنا بقول لصاحب نصيبها. وأنا بخطب منك عربية 28 بالقسط يا بيه. أنا بقول لحضرتك بحبها وهي بتحبني. ما تستعبطش. أنا ما بستعبطش يا عزيزي. مالكش دعوة باكينام. بحبها. مالكش دعوة بشربات. وكتاب الله بحبها. اسمعني كويس. عزب بيت أنت. أنا طلعتك فوق في السماء. أنا عارف أنا ما بكدبش. ممكن أنزلك سبع أرض. أنا عارف بس بحبها. ابعد عنها. ده جزات إني جيت أقول. فكر في كلامي كويس يا أول آسف. أول آسف إيه يا بيه؟ يا عزب بيه بحبها والله. يا عزب بيه. هو بيعمل فينا كده ليه؟ كل ده عشان النجومية والشهرة والفلوس. طب ايه راي حضرتك بقى ملعون ابو النجوميه على الشهره على الفلوس لحد شرباته مش لاعب يا عزب شوق. ستاند باي. سكوت في الاستوديو. عايز اتفرج على بروفا حديد. اوكي اجهزوا. ستاند باي. فنانه باكينام جت؟ ايوه يا استاذ. اهلا وسهلا. قمر يا ربي قمر ملاك كده منور. اتفرج على بروفا حلوه بقى. استعراض بيقولوا انه هايل ان شاء الله. يلا ستاند باي. ستاند باي. مزيكا. ستوب. سمعت انك هتتجوزي مفتاح. ايوه يا استاذ. والله؟ اه. ويا ترى بقى هتتجوزيه ليه؟ حبيتش. حبيتش. طيب يا اختي مبروك عليكي. نجهز. ستاند باي. مزيكا. ستوب. سمعت ان انتوا هتعملوا الفرح في العربيه. ايوه يا استاذ. مبروك عليكي. مبروك عليكي عريسك الخفه بعد العذاب ده كله. ماشي ماشي. شفوا ركبك بقى. قلت ايه دلوقتي؟ قلت ايه دلوقتي؟ كل مرة تظلمني. خلاص تظلمني. خلاص. ستاند باي. ستاند باي. باي باي. مزيكا.
حاجة عظيمة، حاجة ممتازة، حاجة تجنن. ممتازة أوي يا أستاذ. نعم؟ ممتازة؟ مين اللي قال كده؟ حضرتك قلت كده. أنا عايل. رجعت في كلامي. ده مش رأس، ده مغص، ده وجع بطن. إيه القرف ده؟ يلا 10 دقايق بريك، يلا. تعالي هنا. تعالي عشان نعيد القرف ده تاني. ما أنت عيدت القرف ده 16 مرة يا أستاذ. قرف؟ أنت بتقولي قرف؟ أنا بس اللي أقول قرف. أنا المقرف الوحيد اللي هنا. يلا. أيوه بس أنا تعبت. مش من حقك تتعبي. يعني أموت؟ أنا اللي أقول إمتى ترتاحي وإمتى تتعبي. ليه؟ هو أنا جارية؟ جارية وعبدة ومملوكة. لا أنا مش جارية. أنا حرة. والله؟ من إمتى؟ من بعد ما خليتك بني آدمة؟ ليه؟ هو أنا ما كنتش بني آدمة؟ العفو يا بنت الزناتي خليفة. أنت بتهزاني؟ حقي ولا مش حقي؟ لا مش حقك. عندك حق. مش حقي. بس حقي إن أقول لك اطلعي بره. بره! خلاص شطبنا. مش عايزين فن. أروح فين؟ تروحي مطرح ما كنتي. لكشك الكلب بتاعي اللي كنت عايشة فيه. ولا أقول لك؟ هقول لك على مكان أوسع بكتير. الشارع. طب نتفاهم أرجوك. نت إيه؟ نتفاهم. موافق. الدبلة اللي هتلبسيها مش من حقك تلبسيها. مش من حقك تتخض من غير إذني. ليه؟ هو أنا مش بني آدم ومن حق أختار؟ وأنا باكينام مش بني آدم ومن حق أحب؟ أنت بتاعتي ملكي. من يوم ما جيتي هنا وأنت ملكي. أنت بضاعتي وأنا صاحب رأس المال. أنا هنا كل في كل. أنا الله أمر وأقول. وأنت تقولي حاضر نعم أمرني يا سيدي. قولي. مش عايزة. بقولك قولي. مش عايزة. بقولك قولي. مش عايزة. بقولك قولي. مش عايزة. مسيكا. مخنوق يا صاحبي. انت اللي مخنوق؟ روح تطلبها مني اللي مخطوبه لصاحب نصيبها. ما انتش عارف ان الجواز اسمه ونصيب؟ انا اللي اعرف ان انا بحبها وهي بتحبني، وانت عارف كده كويس يا برو. انا ما اعرفش حاجه. انت مش صاحبي يا اخي، ما تحط نفسك مكاني. انا صاحبك بس ما احطش نفسي مكان حد. افرض ان انت بتحبها ورحت. لا انا بقول لك ما بحبهاش. برو تسمعني، انا بقول لك افرض انك بتحبها ورحت تطلبها مني. ما تفرضش. ليه يا برو؟ في ايه؟ الله، ليه ما تفرضش ليه؟ عشان مش هعمل كده. مش انت مجنون يا ابني؟ يعني انت تحبها بجد ولا هي هتحبك ولا هتبص لك؟ وهي ما تبصليش ليه؟ اولا بتحبني، ثانيا فرق 14 فدان فوق بينك وبينها، تحبك ازاي دي؟ هي قالت لك ان ما ينفعهاش. قالت يا بروت. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا سيدي. عقبالك اما تفوق وتصحى لنفسك للغلبانه اللي متشحتف عليك دي. انا في حد متشحتف علي؟ في حد متشحتف عليك. مين بقى؟ زيزي ولا هتستعبط؟ زيزي. ايوه يا ابني الوقت بيجري. يا ابني انت اللي عبيط، انت اتهبلت. زيزي دي بتحب واحد حمار مش حاسس بيها. هي قالت لي انا كده. هي تقصد حضرتك بالحمار ده؟ اوعى تلعب بعواطفك. يا عم العب بعواطفك ليه؟ الحقها قبل ما يصادرها منك ويقول لك مخطوبه لصاحب نصيبها هي كمان. مين اللي هيصادرها؟ هيكون مين غير سيزفت عزب؟ اسمع اللي بقول لك عليه. وسيزي تنفعني؟ طبعا البنت زي القمر وصغيره وجميله وبتحب. سيبك من ده كله، الجينات الوراثيه الطويله اللي عندك وعندها انت بتقيس الحب بالمزوره. اسمع الكلام ده، انتوا هتجيبوا نخل زي القمر. اسمع اللي بقول لك عليه. انت بتلعب بعواطفي ولا غاوي تجرح فيا؟ الحق البت يا بني ادم. متاكد؟ متاكد. زيزي انا الحمار يا زيزي.
حمار بجد. ممكن اعرف مين اللي ادالك حقه تقول له ان انا بحبه؟ ومين اللي اداك الحق تتصنطي علينا؟ ما هو اللي عرفك لازم يتصنط عليك. ليه يا بت انا عملت لك ايه؟ عشان يلحق نفسه وتقي شرك. شري انا؟ بعد اللي بعمله عشانك ده شري؟ شري ليه ان شاء الله؟ ايه كل ده مش عارف؟ عمال تمشي كل حاجه زي الشفاط. اشفط ايه وشفاط ايه؟ كلميني زي البني ادمين هنا. شفاط عمر شفاط اسمه، ما تسيب له حاجه يا اخي نومك سواه. انا ما طلبتش منه حاجه. هو اللي اداني كل حاجه بكيفه وبمزاجه. وانت اديته ايه؟ لو طلب كنت اديته. عمره بيطلب منك حاجه لانه عادل. ايه مش بتقول صاحبك اخوك وحبيبك؟ اطيب مني يا عزيز. وده اللي مخليني بحبه. من غير ايواء، الواد بيدور عليكي وهجوزولك غصب عنه خلاص. لا لا ساعتها انا اللي هقول لا. انت يا اما مجنونه يا اما في ربع ضرب، ليه لا ليه؟ الحب مش كلام، الحب تضحيه وانا لازم اضحي. لا اله الا الله، وتضحي ليه؟ وعشان مين يا بنت الناس؟ عادل بيحب واحده ثانيه. يا سلام جبت التايهه. لو عادل بيحب واحده ثانيه انا اول واحد هيعرف. صاحبي شقيق عمري سره معايا. انت الانسان الوحيد اللي ما ينفعش يقول. نعم يا اختي. انت الانسان الوحيد اللي ما ينفعش يقول. ليه بيحب امي ولا ايه؟ ما ينفعش يقول لي ليه؟ مش فاهم. عادل بيحب شربات. شربات مين؟ بنت زانيتي. يحبها ازاي؟ بيحب ما لازم يحبها، مش هتبقى مرات اخوه؟ ما لازم يحبها ويخاف عليها. عايز يتجوزها. انت عايزه تولعي الدنيا ولا ايه؟ فلوتك السودا دي يتجوزها ازاي اذا كان جاب لي الدبل قدام عينيكي؟ ما هو جاب الدبل وكتب اسمه واسمها عليه. اسمه واسمها عليها؟ يعني الدبل اللي انا دخلت يعني هو ما كانش يعرف ان انا وجايب الدبل كاتب عدل وشرباطي وانا زي الحمار خدتها. يا نهار اسود، وانا اقول دبلتي طويله قوي عليا يا ربي. طب عادل فين دلوقتي؟ عادل عادل ولا عادل؟ سيبني في حالي بقى يا اخي، انت عايز مني ايه؟ انت ايه اللي جرالك؟ اتجننتي ولا ايه؟ لا انا عيلتي عايزه ببيت. وايه البقجه دي ان شاء الله؟ اللي جيت بيه همشي بيه، مش ياخد الريح من البلاط. بلاط؟ بعد اللي عملته علشانك السنين الطويله دي وتقولي لي بلاط؟ بعد ما خليتك بني ادمه ونجمه وتقولي لي بلاط؟ انت لا كنت عايز تعمل مني نجمه ولا زفت. انت كنت عايز تصحي باكينام وتموت شربات. انما اسفه بقى يا عزب بيه. انا شربات وعايزه اكون شربات. اني شربات وعايزه اعيش حياتي بحريتي وارادتي وكرامتي. والله يا عهل القطه المغمضه فتحت. البت الخارصه طلع لها لسان بعد ما كانت بتقول بقى دلوقتي بتقول عايز اعيش حياتي بارادتي وحريتي وكرامتي. مين اللي علمك الكلام المزيف ده؟ انت. بس ده مش معناه انك تعاملني على اني كرسي في صالونك تحطه مطرح ما انت عايز. اسمعيني كويس، انا بحبك ومش هقدر استغنى عنك. لا يا عزب بيه، انت بتحب باكينام وانا شربات عن اذنك. لا لا، مش انت اللي هتقفلي الروايه، مش انت اللي هتحطي كلمه النهايه. سيبني. انا قلت لك ان انا هنا في الكل في الكل، انا صاحب الكلمه. سيبني. هتجوزك. سيبني بارادتك غصب عنك. هتجوزك. سيبني. اسمعيني كويس. الحقوني. شربات. حدي الحقني الراجل مجنون. ايه ده؟ ايه ده؟ عادل سامع صوت استغاثه. ايوه انا سامع صوت استغاثه. انا. انتي؟ الحقني الراجل المجنون ده كان عايز. مجنون؟ من امتى؟ من امتى؟ تعالى هنا ما اقول لك. ايه؟ اسمع كويس. ايه؟ انا بحبها وعايز اتجوزها وعايزك تكون الواسطه بيني وبينها. لازم توافق يا حيوان. تتجوزك انت؟ ايوه. انت مين انت؟ ابن مين انت؟ صفو عليك يا نادل يا جبان كده. ده انا قتله. لا ده انا اتبعه. مش الدرجات دي. حد جاب لي قصافه. ما وريتك يا نادل يا جبان. ايه ده؟ عامل لي فيها تمرجي. تمرجي معاك؟ روحك هتطلع في ايدي يا عزب. غريب وهيموت، هيموت في ايدك بجد. خايف عليا باكينام. اتفو عليك يا اخي. حد اتجوز حد غصب عنه عزب بيه؟ مش غصب عنها، بارادتها. لا مش بارادتي. بارادتك بأمارة بلاعة الدبله اللي مكتوب عليها اسمه. انت خلعت الدبله شربات؟ لا يا مفتاح. قالت لا. يلا نمشي من هنا. بقول لك ايه؟ اقعد لوطولك. مش بقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا كمان همشي معاكم. يا فندم؟ انا كمان همشي معاكم. انت كمان هتمشي معاهم؟ هتمشي معاهم تروح فين؟ همشي من القرف ده. قرف ده وترجعي فين؟ ترجعي لل تاني؟ اخرس يا ابو تفه. اسمع افتح ايدك يا استاذ. هتتضرب يعني؟ هتتضرب يا استاذ. ولد ولد ايه؟ لحد كده وكفايه تضحيات. انت ياما ضحيت عشاني. مش هسيبك تقتله وتخش فيه السجن. انا مفتاح مفتاح واخد على السجون والمعتقلات. انا ما شفتش السجن قبل كده، سيبني اجربه. تردش عليا للسعك على مناخيرك دي. ها هات السلاح. مستحيل. من 10 المستحيلات. من 18 المستحيلات.
كابتن عايز ايه؟ ابوك شبك ايدك دقيقتين كده هطلع اجيب حاجه من فوق. انت هجيب ايه؟ هجيب بلح. يعني هجيب ايه في اللعبه السوداء دي؟ اقتله يا برطه. الضربه دي جديده. ايه ده خد هنا تعالى تعالى. ايه العصايه دي بكام؟ دي بجنيه و50 قرش. اما انت فايس وبتصرف كده بثلاثه صاغ ما تزوقيني يا ماما. جبته. جبته منين؟ سمعت عن ايطاليا؟ اكيد طبعا. يبقى اكيد تعرف الزقازيق. زقازيق؟ وده جبته امتى ده؟ الاتمون اللي فات. افتح ايدك. ايه مالك يا تي؟ طنط رجلي بتوجعني قوي. طنط رجلي اسمه انكل يهبل. لو انت ما عندكش خلفيه. في حاجه حصلت لانكل؟ انت ما تعرفش ان انكل مات وطنط مسكت الشغل بقالها فتره؟ خلص عليه. بقالهم تلات اتامين يا راجل. افتح ايدك يا استاذ. لا مش هفتح ايدي. انا ما عملتلكمش حاجه وحشه. انا طلعتكم في السما فوق. تنزلتني سبع ارض. انت اللي نزلت نفسك. انت اللي زحلقتني. انت اللي بتزحلق روحك. طول عمرك بتنزل عن حقك. سلبي. نزلت عن اسمك وعن دورك وعن حبيبتك وصاحبك المناضل ده. ما تجيبش سيره صاحبه. انا قلت لك انا بعمل حاجتين، بسوق وبقود. انت اللي ما عجبكش. فضل استعباطك طول الوقت.